الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي لغات، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نحل الامتحان التجريبي بتاع الستاتيكس. السؤال الأول بيقول لي if a body of weight 39 kilogram weight is placed on a horizontal rough plane, two forces in the same horizontal plane of the body of magnitude 5 and 12 weight kilogram weight and the measure between the measure of angle between them is 90 degrees act on to make it about to move. About to move يبقى انا عندي في limiting friction force اللي هي الايه الFS. Then the coefficient of static friction between the body and the plane. يبقى خلاص انا كل الحكاية ان انا هرسم البادي بتاعي على الرف بلين، يبقى انا عندي في فورس اسمها 5 وفي واحده بيربنديكولار عليها اسمها 12. خلاص يبقى انا لازم اجيب الريزلتنت بتاعهم دي 90 اللي هي البوشنج فورس البي، وانا عندي هيبقى هنا ميو اس، وهنا لو سميت ده ار او ان از يو لايك اللي هي النورمال رياكشن، وده هيبقى 39. يبقى في الحاله دي الان ايكوال 39، يبقى دي 39 ميو اس. هو عايز الميو اس دي. طب البوشنج دي هتبقى ايه؟ والله الاثنين دول بيربنديكولار، يبقى الريزلتنت بتاعهم روت 5 سكوير بلس 12 سكوير، اكتبها على الاله هتطلع 30. خلاص ما البي ايكوال 39، خلاص البي ايكوال 39 ميو اس، يبقى هنا البي اللي هي 13 ايكوال 39 ميو اس. انا عايز الميو اس، يبقى هعمل ديفايد 39 وديفايد 39، يبقى الميو اس هتطلع كام بثيرد؟ الاجابه الاخيره. طيب السؤال الثاني بيقول لي a force F acts at a certain point if the moment of F about the point B 3-5 and about C is C7-1 are 28K and negative 28K respectively. Then the moment of the force F vanishes about the point mean. والله أنا عندي المومنت about B بتساوي 28K. طب والمومنت about C بتساوي negative 28K. الله، يبقى عشان الفورس دي تبقى فانش يبقى لازم تكون في الميد بوينت بين التو بوينتس دول. ليه؟ لان 28 ونيجاتيف 28 اوبوزيت ان ذير ساين. يبقى انا المومنت عندي بي يساوي نيجاتيف المومنت عندي سي، يبقى في الحاله دي عندي الميد بوينت. طب الميد بوينت هتبقى مين بقى؟ الميد بوينت عندي بسرعه كده 3 بلس 7 ديفايد 2 كوما 5 بلس كام؟ 5 بلس 1 ديفايد 2 اللي هي تبقى 10 ديفايد 2 تبقى 5، و 5 بلس 1 6 ديفايد 2 تبقى بكام؟ 3. تبقى البوينت عندي 5 و 3. السؤال الثالث بيقول لي in the opposite figure the force shown in the figure act in the sides of the square ABCD of side length 6. يبقى خلاص الطول ده عندي 6، يبقى ده 6 وده 6 وده 6 ماشي. If the forces are measured in Newton there resultant acts at E. يبقى resultant عندي الـ E هنا، الـ E هتبقى في المكان ده. Where E is belongs to AB. طب where AE is equal to، يا ترى الـ FT دي بقى بكام؟ طب أنا عارف إن الـ resultant بتمر بالـ E. طيب يبقى المومنت بتاع الفورسز دي كلها about E equal المومنت بتاع الـ resultant about E. طب ما المومنت بتاع الـ resultant about E هتبقى بإيه؟ هتبقى بزيرو. يبقى انا لما اقول له كده المومنت اباوت اي هتبقى ايكوال زيرو. ليه؟ لان هي المومنت بتاع الريزلتنت. يبقى انا مطلوب مني اجيب المومنت بتاع التو اباوت اي، طب ما دي بتمر يبقى بزيرو. طيب ناقص عندي دي ودي ودي ودي، والله هقول له والله الوان ده الروتيشن بتاعها اباوت اي هيبقى كده، يبقى هنا عندي 1 تايمز البربنديكولار ديستانس دي هتبقى كان بي 2 يبقى تي دي 4، يبقى 1 تايمز 4. طيب و 3 البربنديكولار ديستنس بتاعها هيبقى 6 اللي هو ده، تمام. يبقى طب برضه الروتيشن بتاعها بوزيتيف، يبقى بلس 3 تايمز كام؟ تايمز 6. طيب ال 5 برضه الروتيشن بتاعها، يبقى بلس 5 تايمز كام البربنديكولار ديستنس من الاي؟ هتبقى تايمز 2. ناقص عندي الاف، لازم انزل بربنديكولار كده. طب ما انا عارف ان ده سكوير يبقى دي 45، يبقى البربنديكولار ديستانس على الفورس اف هتكون عباره عن ايه؟ هتبقى 4 ساين ده اوبوزيت ل 45، يبقى دي 4 ساين 45. طب خلاص يبقى بس خد بالك بقى الاف الروتيشن بتاعها الناحيه دي، يبقى هيبقى نيجاتيف. نيجاتيف مين بقى؟ 4 ساين 45 اف، الكلام ده ايكوال 0.
اعتقد ده بالنيجاتيف هنقله واعمل 1 تايمز 4 هتبقى 4 بلس 3 تايمز 6 18 و 5 تايمز 2 10 ايكوال 4 ساين 45 اللي هي 1 اوفر روت 2 او روت 2 اوفر 2 اف ال 2 هتروح مع ال 4 فيها 2 وهنا 4 بلس 18 22 بلس يبقى دي 32 ايكوال 2 روت 2 اف. طب ما تعمل اف بقى هتبقى بكام يا سيدي؟ او اكتب هنا الاف هتبقى بكام؟ هتبقى ب 32 ديفايدد 2 روت 2. طب ما تعمل دي مع دي فيها 16 على روت 2 اعملها على الاله وانت انت حر يعني، او اعمل تايمز روت 2 ديفايدد روت 2 براحتك، يبقى 2 يبقى تديني 8 روت 2 اللي هي الاجابه الاولى. السؤال الرابع بيقول ايه؟ In the opposite figure a uniform road AB. طيب اليونيفورم رود اي بي عندي اللي هو ده، اللي هو ده، ده اليونيفورم رود اللي عندي ماشي. الويت بتاعه 10 يبقى ده عندي الويت اهو. طيب is hinged at end A، هو متعلق هنا يبقى فيه هنج. ده الهنج ليها رياكشن بس مش معروف الاتجاه بتاعه، لان الهنج دايما الرياكشن بتاعها طالما انا عندي هنا الهنج مش معروف الدايركشن بتاعها. بس ايه اللي بيأثر على البادي ده؟ اون افيرتيكال وول اند اتاتشد ات بي. طب انا وصلتها بي، طب عملت سسبند مين؟ بسترنج او بلايت انفليكسبل روب، يبقى في تنشن، يبقى انا عندي فورس اهي وعندي الفورس بتاعت الويت تمام. طيب وعندي الفورس الثالثه اللي هي بتاع الرياكشن اللي عند الهنج. طب هو بيقول لي ايه؟ ذن the magnitude of the tension in the rope، يبقى عايز التنشن بتاع الروب. طب ما انا عارف ان الرياكشن هيمر بالحته دي، في كذا طريقه افكر بيها. ممكن والله اقول له انت بتقول لي ان البادي هنا ان ايكوليبريم، ان ايكوليبريم. طب معنى كده ايه؟ طب ما انا ممكن اخد يبقى ان ايكوليبريم يبقى الريزلتنت بزيرو، ايه المومنت اباوت اني بوينت ايكوال زيرو. طب ما انا لو قلت الار هتبقى هنا، يبقى في الحاله دي المومنت اباوت ايه؟ هتبقى بزيرو. طب المومنت اباوت ايه؟ يبقى انا عايز الديستنس دي. طب الرود ده طوله كام؟ ما قاليش. يبقى انا لو سميته 2L يبقى هسمي ده L ودي L مثلا، يبقى المومنت اباوت ايه؟ طب ال 10 دي هتلف حوالين الايه؟ ده نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 10 تايمز L اللي هو البربنديكولار ديستنس. طب وال T يبقى لازم انزل بربنديكولار عليها. طب والبربنديكولار ديستنس دي اوبوزيت ل 30، طب ما هتبقى هاف الهايبوتنس، يبقى دي L بس. يبقى ده لو ده كله 2L يبقى ده هاف الهايبوتنس، يبقى هتبقى كام بقى؟ التنشن هيبقى بوزيتيف تي ها تايمز مين؟ ال، الكلام ده ايكوال 0. يبقى طبعا ال يا عم ممكن اعمل ديفايدد ال، يبقى تي ايكوال كام؟ ايكوال 10. يبقى انا ابدا اختار الاجابه الاولى. واحد تاني فكر بصوره تانيه، يقول لي انا عندي هنا الويت وعندي التنشن هنا، يبقى لازم الاثنين دول انا لو مديت ده كده، لو مديت ده فوق يبقى هيتقابلوا هنا، يبقى لازم الرياكشن بتاع الهنج ده يمر بيه. يبقى انا عندي هنا الار وعندي هنا التي ها وعندي هنا ال 10. طب دي 30 ده يونيفورم رود، يبقى دي قد دي. يبقى دي 30 يبقى دي 30، يبقى ده ايسوسلس، يبقى دي كام؟ يبقى دي 120، يبقى اللي فوق دي 120. طب ما هتبقى دي كام؟ هتبقى دي 60 وهتبقى دي 60 تمام، ودي برضه هتبقى 60 ودي 60. الله، يبقى الانجل اللي بين التي والار، يبقى انا ممكن اطبق لامز رول هنا في الحاله دي، اقول له ان التي على ساين 120 ها ايكوال الار على ساين 120 ها ايكوال ال 10 على ساين 120. طب ما ساين 120 كلها زي بعضها، يبقى التي ايكوال كام؟ يبقى التي ايكوال 10. ودي طريقه ثانيه للحل. السؤال الخامس بيقول لي ايه؟ بولي in the opposite figure a uniform rod طيب of weight 10، يبقى دي اللي عندي الويت اهو. rests اليونيفورم رود rests at its end A، ادي الاند A اهي. طيب on a smooth vertical wall، يبقى انا عندي هنا طالما عندي smooth vertical wall يبقى الرياكشن بتاعه perpendicular على الوول، يبقى دي R1 مثلا. طيب and its end B ان اراف هوريزونتال بلين، يبقى انا عندي ده اراف هوريزونتال بلين. طيب في الحاله دي هو ايه بقى؟ and if the coefficient of static friction between the rod and the ground equals of، يبقى انا عندي الميو اس بتساوي هاف. طيب and the rod is about to slide، طب هو هيبقى سلايد الناحيه دي، يبقى المفروض ميو اس ار. في هنا في الحاله دي هيبقى في هنا ار2 مثلا وهنا ميو اس ار2. ليه؟ لان هو هيبقى الناحيه دي كده. طيب then the reaction of wall هو عايز R1 تبقى بكام؟
اقول له والله انت عندك هنا طالما اباوت تو سلايد يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت واليمين بيساوي الشمال، يبقى الار 1 بيساوي مين؟ ميو اس ار 2. طب والار 2 بتساوي ايه؟ بتساوي 10. يبقى انا عندي ار 2 ايكوال 10 ها، والار 1 ايكوال ميو اس ار ها ار 2، الار 2 ب 10 والميو اس بكام؟ ب 1 اوفر 5. يبقى الار 1 ايكوال كام؟ على 1 اوفر 2 اسف، يبقى ال 1 اوفر 2 تايمز 10 هتبقى ب 5 كيلو جرام ويت. يبقى انا اختار الاجابه الاخيره. نمبر 6 بيقول لي if F1 is AN negative 3 F2 equal كذا F3 equal كذا are equivalent to a couple then A plus B بكام؟ الله، يعني ايه كلمة equivalent to a couple؟ يعني لازم ال resultant بتاعهم تبقى بزيرو، والمومنت طبعا not equal to zero، بس انا هاخد ال resultant يبقى هاخد ده بلس ده بلس ده، يبقى A plus 1 plus 1 يبقى هتبقى A plus 2. طيب والتانية هتبقى negative 3 plus 1 هتبقى negative 2 بلس مين؟ بلس بي ماينس اي. الكلام ده ايكوال 0 0 طبعا. طب يبقى الاي بلس 2 هتبقى ب 0، يبقى الاي بكام؟ بنيجاتيف 2. طب وهنا انا عرفت الاي خلاص، طب ما انا اشيل الاي هنا تبقى هنا نيجاتيف 2، الاي بلس 2 هنا بي ماينس اي نيجاتيف 3، يبقى نيجاتيف 2 بلس بي ماينس اي، الاي عندي بنيجاتيف 2 يبقى انا هدي نيجاتيف في نيجاتيف هتبقى كام؟ هتبقى نيجاتيف 2 بلس بي ماينس اي ايكوال 0. طب ما تعوض عن الاي يبقى نيجاتيف 2 بلس بي ماينس في نيجاتيف هتبقى بلس 2 ايكوال 0، اشيل الكلام ده يبقى البي ايكوال كام؟ 0. طب انت عايز الاي بلس بي، يبقى الاي بلس بي ايكوال نيجاتيف 2 بلس 0 هتبقى بنيجاتيف 2. يبقى انا كده هختار الاجابه الاخيره. نمبر 7 بيقول لي ده ا بادي اوف ويت 6، ادي البادي اهو الويت بتاعه 6 is placed on a rough horizontal plane if a force F of magnitude 6، يبقى دي 6 بس دي الدايركشن بتاعها نازل لتحت، يبقى انا همدها لتحت كده والدايركشن بتاعها هيبقى 6، يبقى هنا 6. الله، طب ما هي دي 90 هتبقى دي 60. طيب دي 6 ودي 6 ماشي يا سيدي، خد بالك ان هما الاثنين ايكوال. طيب magnitude 6 in the direction of the inclined horizontal plane of angle 30 downward if the body becomes about to move، البادي هيتحرك بقى، هيبدأ يتحرك يكون على وشك الحركة يعني، then the measure of the angle between the resultant reaction اللي هي R dash and force F. هي ايه resultant reaction دي؟ هو انا دلوقتي عندي 6 و 6 دول اتنين equal، المفروض يكونوا ايه بقى؟ يكونوا هما الاثنين ايكواليبريم مع مين؟ مع ريزلتنت رياكشن. طب ما هما الاثنين دول ايكوال، الله، يبقى الاثنين ايكوال، يبقى انا في الحاله دي ممكن اقول ان الريزلتنت بتاع 6 و6 دي هتبقى فين؟ هتبقى في النص بينهم، هتبقى بايسكت الانجل دي، تبقى دي 30 ودي ايه؟ 30، يبقى دي الريزلتنت بتاع دي ار مثلا. طب والار داش، الار داش هتبقى كده، لازم تكون على نفس الستريت لاين بتاع الار دي. حلو جميل جدا، يبقى الار داش هتبقى ريبريزنت الدايركشن ده. طب هو عايز الميجر بتاع الانجل بين ار داش ومين؟ والفورس اف، يعني عايز الانجل دي كده. طب الانجل دي اجيبها ازاي؟ اقول له والله دي كلها 180، طب ما هي دي 30 ماشي، طب دي 30 ماشي، ودي 30 يبقى دي كمان 30، طب ودي 90 ماشي، طيب دي كلها دي كام؟ اسف، دي كده كام؟ 30، ما ده ستريت لاين، يبقى الانجل دي كلها كام؟ يبقى دي كلها 180 ماينس 30 اللي هي كام؟ 150، واختارها بناء عليه. طب انا ما جاش في بالي التفكير ده، ممكن افكر تراديشنال عادي، يعني الطريقه العاديه ان انا اعمل الفورس دي اعمل لها ريزولفنج، دي 6، طيب فين الانجل بتاعتي؟ اهي، يبقى هنا 30، هعمل هنا 6 كوساين 30 وتحت هنا 6 ساين 30 ماشي يا سيدي، يبقى انا لغيت دي خلاص. طب فين النورمال رياكشن بتاعك؟ ال ان اهو. طب وفين الميو اس ار؟ اهي الميو اس ان او الميو اس ار. طب ده ان ايكواليبريم، يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت واليمين بيساوي الشمال. طب يبقى ال ان في الحاله دي بتساوي كام؟ ال ان في الحاله دي بتساوي 6 ها 6 ايه دي ها 6 ساين 30، وانا عارف ساين 30 بكام؟ بهاف. طب بلس مين؟ 6 هتبقى ب 9، يبقى النورمال رياكشن ب 9. حلو جميل. طب وهنا الميو اس ان،
طب ما الميو اس ان دي بكام؟ ما هي بتساوي 6 كوساين 30، يبقى انا اقول له ميو اس ان ايكوال ها 6 كوساين 30 يعني روت 3 ديفايدد 2. ماشي، يبقى ده هيروح مع ده يبقى 3. طب والان؟ ما انت قلت لي ب 9، يبقى الميو اس هتساوي كام؟ يبقى 3 روت 3 ديفايدد كام؟ 9. هشيل 3 مع 3 يبقى الله هتبقى روت 3 اوفر كام؟ 3. الميو اس دي هي نفسها مين؟ فاكرين هي تان لامدا. طب اللي هي اللامدا دي الانجل اوف فريكشن. طب يبقى اللامدا في الحاله دي بتساوي كام؟ بتساوي 30. طب وال 30 دي بين مين ومين؟ اه ده بتساوي بين الريزلتنت رياكشن ها اللي هو الار داش وبين النورمال، يبقى دي 30. حلو، يبقى دي بين ار داش وان. الله، يبقى بين ار داش واف بقى. طب يبقى دي 30 و30 واللي بينهم دي كام؟ 90. يبقى الانجل بتاعتي الميجر بتاعها هيبقى 30 بلس 30 او 90 بلس 30، هتبقى بكام؟ 150 ديجريز. برضو نفس الاجابه اللي احنا اخترناها المره اللي فاتت. طيب السؤال الثامن بيقول لي نمبر 8، بيقول لي انا عندي in the opposite figure a body of weight 88، يبقى انا عندي 88 نيوتن is placed on a rough inclined plane makes an angle of measure 60، يبقى انا عندي دي 60 to the horizontal plane if the body is about to slide. حلو، يبقى هيبقى هينزل تحت تأثير وزنه، الويت بتاعه يبقى هينزل كده. طب هينزل كده معناها ايه؟ يبقى هنا هيبقى 88 ها 88 الويت بتاعه 88 ايه؟ ها ساين 60. طيب يعني 88 تايمز كام؟ ها ساين 60 دي بكام؟ بروت 3 اوفر 2. طب ما دي مع دي تبقى 44 روت 3. حلو جميل. طب 44 روت 3 دي عباره عن الفورس اللي بتاثر لتحت. طب ما هو الانكلايند بلين ده رف، يبقى اكيد فيه ليميتنج فريكشن فورس هنا اللي هي الاف اس. طب هو ما هو بيسالني عن ايه اصلا؟ بيقول لي ذن ذا ليميتنج ستاتيك فورس، يبقى الاف اس بتساوي 44 روت 3، يبقى اختار الاجابه بتاعتي دي. السؤال التاسع سؤال شكله جميل برضو، بيقول لي هنا in the opposite figure A B C D is a square the coplanar forces parallel forces whose magnitude 8 و 8 و 5. طب انا عندي 8 و 8 دول equal برضو. الله، ال 8 و 8 دول انا ممكن طالما اقول equal يبقى resultant بتاعهم هتبقى في الميد بوينت. ممكن اقول الاثنين في الميد بوينت بتاعهم ايا كانت القيمه بتاعهم كام، لكن هتبقى في النص هنا في نص ده. طب وال 5 دي في نص البي سي. طب هو بيقول لي ايه بقى؟ ال AH equal B then the algebraic sum of moments of these forces about the point of intersection of diagonals. الله، طب ما هي point of intersection of diagonals هتبقى فين؟ الله، ما هتبقى برضه بتمر بإيه؟ هتمر بالبوينت دي. الله، يبقى ال R بتمر بالبوينت اوف diagonal ودي برضه بتمر بالبوينت اوف diagonal، يبقى لازم المومنت بتاعهم يبقى كام؟ يبقى زيرو. Question number 10 بيقول لي in the opposite figure عندي four forces equal forces if the resultant of the forces acts at the point M where M is belongs to AB، بل A ال M موجود على ال line segment AB then BM بكام؟ طب والله أنا ممكن أفكر تفكير عادي يعني يوصلني للحل بسهولة. أنا عندي دي two forces are equal، يبقى ال resultant بتاعهم في النص بينهم. ماشي، ال resultant بتاعهم يبقى مجموعهم يبقى هنا 2F. ماشي، يبقى دي 1.5 ودي 1.5. طب برضو الاثنين ايكوال يبقى في النص هنا برضو الريزلتنت بتاعهم 2F، يبقى دي 1 ودي 1. طب 2F و2F ايكوال، يبقى الريزلتنت بتاعهم في نص مين؟ في نص المسافة دي كلها، يبقى هتبقى هنا مثلا، يبقى الار بتاعتها اهي. طيب المسافة عندي هنا دي 1 و4 5 4 1.5 هتبقى 6.5، طب ديفايدد 2 هتبقى 3.25، بس ما اختارهاش لان دي غلط، لانه بيقول لي الام هتبقى في المكان ده. طب هو عايز الام بي، اه المسافه دي هي اللي 3.25، دي 3.25. طب بلس 1.5 يبقى 3.25 بلس 1.25 يبقى تديني كام؟ اه 3.25 بلس 1.5 اسف هتبقى تديني 4.75 اللي هي الاجابه مين؟ الاجابه بي. ده لو انا فكرت تفكير يعني سريع شويه. طيب افرض انا عاوز افكر بالطريقه العاديه، اقول له والله يا سيدي انت بتقول لي ان الفورسز دي كلها
في الاتجاه upward يبقى الريزلتنت بتاعهم بتساوي الصم في نفس الدايركشن، يبقى الار عندي هقول له في المكان ده. طب الار هتبقى تبعد عن البي اكس مثلا عند الاي، طب انا هسمي دي اكس مثلا اي حاجه. يبقى الـ ممكن اقول له والله الريزلت المومنت اباوت بي او اباوت اي نقطه بتساوي المومنت بتاع الريزلتنت اباوت اي، او اقول له المومنت اباوت مثلا اي ايكوال زيرو، المومنت اباوت اي المومنت اوف ممكن افكر تفكير تاني ان انا اقول الريزلتنت بتاع الفورسز البارلل فورسز دي هتبقى ابورد هي كمان الصم بتاعهم، الار هتبقى 4 اف. طيب البوينت بتاعها ولتكن اي، المسافه بتاعها عن بي اكس مثلا. طب في الحاله دي هقول له والله المومنت اباوت بي، هاخد المومنت اباوت بي، يبقى المومنت بتاع الريزلتنت اباوت بي هتبقى 4 اف تايمز اكس ايكوال السام اوف مومنتس اوف ذا فورسز، البي الاف دي بتمر بيها هيبقى 3 في فين؟ طبعا ده كله هيبقى ايه؟ طبعا ده كله هيبقى نيجاتيف لو انا خدت حوالين البي. طب ما تاخدها حوالين الاي احسن لك. طب ماشي لو خدت حوالين الاي يبقى ما فيش مشكله، هتبقى هنا نيجاتيف مش مشكله. يبقى هنا نيجاتيف اف في تايم 3 ماينس الثانيه اف تايمز 7 ماينس اف اللي بعدها ها تايمز كام؟ تايمز كام؟ 2 بلس 4 بلس 3 لان انا باخد حوالين البي، 2 بلس 4 6 بلس 3 هتبقى كام؟ 9. يبقى نيجاتيف 4 اف اكس، طبعا الاف ممكن اشيلها مع الاف مع الاف مع الاف، يبقى نيجاتيف والاف راحت خلاص، يبقى نيجاتيف 4 اكس هتبقى نيجاتيف 3 ونيجاتيف 7 نيجاتيف 10 نيجاتيف 9 يبقى نيجاتيف 19. هعمل ديفايدد نيجاتيف 4 هنا وهنا، يبقى في الحاله دي الاكس ايكوال 19 ديفايدد 4، يبقى 19 ديفايدد 4 ايكوال كام يا سيدي؟ اه والله دي هتبقى 4 ويتبقى 3 اوفر 4 اللي هي 7.5 اللي هي نفس الاجابه اللي احنا طلعناها. طب واحد يقول لي بدل ما اخد المومنت اباوت بي ممكن اخد المومنت اباوت اي، اه بس هتسمي انت دي الاكس وبعدين تنقصها من ده كله لان خدتها حوالين البي عشان كده. فاز يو لايك يو كان دو يعني. النمبر 11 بيقول لي ايه؟ in the figure opposite or in the opposite figure a body of weight 50. طيب ال weight 50 is placed on a horizontal rough plane. A horizontal force F هي عند ال F اهي. طيب X on the body makes it about to move. حلو يبقى فيه على طول F S اللي هي ميو اس ار او ميو اس ان، لو انت عملت ده ان يبقى ده ميو اس ان على طول. طيب X on the body if the sine sine of angle of friction اللي هي ساين لندا equal كام؟ 3 over root 34 دي خد بالك ساين، then f بكام؟ ما انا عارف ان ميو اس بتساوي كام؟ تان لامدا. يبقى كل الحكايه انا هكتب ساين شيفت ساين على الكالكوليتور بتاعي، شيفت ساين هكتب شيفت ساين على الكالكوليتور بتاعي للانجل مين؟ والله هكتب ايه؟ شيفت ساين الفريكشن ده 3 over ها 30 root 34 ادي روت 34 يا سيدي، وبعدين اقول له ايكوال هتطلع لي انجل، هعمل معلش شيفت بقى سوري، هعمل تان تانجنت الانسر بتاعتي تطلع لي كام؟ اه تطلع لي 3 اوفر 5، يبقى الميو اس عندي بكام؟ ب 2 اوفر 5، يبقى انا عندي الميو اس دي ب 3 اوفر 5 اسف ب 3 اوفر 5، خلاص الميو اس عندي ب 3 اوفر 5 ان، والان بكام؟ الان ب 50 لانه هو about to move، يبقى ال n equal 50 يبقى اقول له ده 50 تايمز كام؟ 3 over 5. طب ما ال 5 divided 50 50 divided 5 بكام؟ ب 10، يبقى ال f بكام؟ ال f equal 30، هو بيطلب ال f يبقى ال f equal كام؟ ال f equal 30. خلصت المساله ومساله بسيطه ما فيهاش اي مشكله، بس تاخد بالك ان دي ساين ساين الانجل اوف فريكشن لامدا وانا عايز التان لامدا مش عاوز الايه؟ بتاع، فهتعامل معاها بالاله بسهوله جدا. Number 12 بيقول لي in the opposite figure برضو parallel forces 8 و 12 و 10. طب ده جميلة خالص، بس خد بالك انت عندك 8 و 12 دول ليه؟ لو جمعت الصم بتاعهم هيبقى 20. طب 20 هتبقى فين؟ هتبقى هنا، بس هتبقى قريبة مين؟ اه قريبة من الكبيرة شوية لان هي بتعمل ايه؟ يبقى هنا 20. الله، طب ما 20 و 20 هتبقى في النص بينهم، بس انا لو عرفت المسافة دي هعرف المسافة اللي بينهم. يعني ده تفكير قبل ما ايه؟ قبل بس اما ابص للفيجر اشوف المسألة الاول بتقول ايه،
coplanar forces 8 و12 الكلام ده acts at the point A و B و C respectively, then the algebraic measure of the sum of moments of these forces ده هو عايز ايه بقى, then the algebraic measure of sum of these moments of the moments of these forces about the point mean about the point E اللي عندي دي طب equals كام, يبقى انت عايز المومنت بتاع كل واحدة حوالين الـ E. طب ما هي دي سهلة خالص, يعني الفورسز عندي كلها واضح ان هي بيربنديكولار على نفس الاتجاه ده, يبقى كل الحكاية انت عايز ايه السام اوف مومنتس, يبقى هيبقى 20 تايمز البيربنديكولار ديستانس تايم 3, طب الروتيشن بتاعها بوزيتيف, طب دي 12 بنيجاتيف 12 تايمز 1, طب ودي برضو هتبقى اباوت ايه برضو هتبقى 8 ماينس 8 تايمز كام 5 بلس 1 6, طب اعمل ده يبقى 60 ماينس 12 ماينس 48, الله الكلام ده يطلع كام, يطلع لي 0, وخلصت من الكلام ده يبقى المومنت هيطلع ب 0. طيب ممكن افكر تفكير تاني, اقول له والله انت عندك البارلل فورسز دول, البارلل فورسز بتاعت التلاتة دول انا عندي 8 و12 ها الصم بتاعهم 20 صح, بس ال 20 دي تبقى فين, هتبقى في الحتة دي مثلا, طب المسافة دي تبعد كام بقى, ال 20 دي تبقى تبعد كام, المفروض 12 تايمز المسافة دي تديني 8 تايمز المسافة دي صح كده, يعني انا لو قلت دي اكس ودي مثلا 5 ماينس اكس, يبقى انا اقول له 12 اكس ها equal 8 في 5 minus x, يعني 8 في 5 8 في 5 minus x يا سيدي يبقى 40 minus 8x ماشي equal ايه, يبقى هيبقى حالة دي 8x plus 12x يبقى هيبقى كام 20x, يبقى دي 40, الله يبقى الاكس بكام ب 2, يبقى الحتة دي ب 2 والحتة دي ب 3 ماشي, طب اصبح المسافة دي كلها كام بقى, المسافة دي كلها 6, طب ما 20 وال 20 هيبقى الريزلتنت بتاعهم ب 40 الصم بتاعهم, بس هتأثر في نص المسافة دي اللي هي عند البوينت E, اشمعنى عند البوينت E, عشان دي كلها 6 يبقى دي 3 ودي 3, الله طيب طالما الريزلتنت بتمر بإيه يبقى المومنت بتاع الريزلتنت ايكوال كام 0, يبقى الصم اوف مومنتس برضو بكام ب 0, ودي طريقة تانية افكر بيها, انت حر طبعا تفكر, احنا بس بنساعدك انك ايه تقول كذا فكرة للحل مش اكتر. يعني النمبر 13 بيقول لي in the opposite figure ABCD is a parallelogram ماشي, دي النمبر 13 بيقول لي ايه هنا, بيقول لي in the opposite figure ABCD is a parallelogram in which measure A 30 وال A ب 18 اللي هو الحته دي 18 و A دي 20, طيب المهم انا واضح من الشكل ان 30 و 30 form a couple و 9 و 9 form a couple لان هم عكس بعض, equal in magnitude opposite in direction doesn't lie on the same line of action, طيب if the two forces F and F دول هيكونوا فين يا سيدي, عندي A و D, يبقى انا والله هحط هنا واحده هنا واحده هنا او بعكس الاتجاه F و F ماشي برضه فورم اكابل عشان يكونوا ايه ايكويفالنت للكابل الاولاني, طب انا عندي 30 و 30 فورم اكابل المومنت بتاعه ام 1, 30 دي هتبقى تايمز كام, وال 30 ده ما هي ماشيه كده ودي ماشيه كده يبقى الروتيشن بتاعها نيجاتيف, طيب نيجاتيف دي تايمز البربنديكولار ديستانس بتاعهم مين, ده اوبزيت ل 30 يبقى دي ساين 30 يبقى دي 9 18 ساين 30 18 ساين 30 اللي هي 18 تايمز هاف يبقى تايمز 9 يبقى نيجاتيف 270 طبعا يونت في مومنت, طب الام 2 اللي هي هتطلع منين, من 9 وال 9 مين البربنديكولار بتاعها ده, طب ما ده اوبوزيت ل 30 برضو يبقى ده طوله 20 يبقى 20 ساين 30, طب يعني 20 تايمز كام هاف اللي هي كام 10, يبقى هنا هتبقى بس هنا الدايركشن موشن او الروتيشن بتاعي يبقى بوزيتيف, يبقى 9 تايمز كام تايمز 10 هتبقى 90, طب ام 1 بلس ام 2 الكابل الايكوفالنت تو ذيس فورسز هيبقى نيجاتيف 270 بلس 90 اللي هو بكام, بنيجاتيف 180, طب ما ده ايكوفالنت ان ماجنيتيود للفورسز دول, طب الفورس دي في كام, انا عندي اف تايمز 20 ده هتبقى ب 180 بقى, هعمل ديفايد 20 ها يطلع الاف بكام, ب 9 اللي هي الاجابه دي, سعدنا بلقائكم وان شاء الله نكمل ال 12 سؤال الباقيين في اللقاء التاني ان شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.